مرحبا بكم في فيديو جديد من فيديوهات رعاية الأطفال. بس بقى جبت لكم معايا النهارده ايه ده؟ واو، دي عروسة بيبي بون بس اختها الكبيرة. واو، شكلها عروسة جامدة جدا جدا. بس ملابس شيرت جامدة جدا مكتوب عليها لاف وجينز وعلامة بيبي بون وشعرها اصفر طويل. ايه ده، شكلها اكبر بكتير من البيبي بون. ممكن تقدر ان هي تقعد وتمشي زي ما انتم شايفين وبتقف لوحدها. واو، ممكن احنا ناكلها ونلعب في شعرها، بس ممكن نسرح لها شعرها وناكلها في نفس الوقت عشان شعرها الطويل ده، ونشربها ميه. الله، شكلها جامد جدا جدا وفكرتها فعلا حلوه قوي. صراحة الأطفال فوق السن 4 سنين. بص بقى من قريب شكلها زي ما دي الفرشة بتاعتها اللي ممكن نسرح لها شعرها، وممكن احنا كمان نحميها، وممكن كمان احنا نأكلها. لابسة كمان لبس جامد جدا جدا جدا، ومعاها بقى اللعب بتاعتها كلها ممكن هي تقعد تستخدمها. الله، دي شكلها فعلا عروسة تحفة. واو، بصوا بقى الحاجات بتاعتها كتير قوي دي، مع البيبرونة ومعها الجزمة بتاعتها ومع الاكسسوارز بتاعتها، شكلها فعلا جامد. تعالوا بقى نفتحها ونتفرج عليها من جوه. ايه ده، واو، بصوا دي هنا البيبرونة بتاعتها. الله، ممكن بقى نقعد نملاها وكده نشربها لها. اوكي، واو، ودي بقى الفرشة بتاعتها عشان نسرح لها شعرها، لونها اصفر اهي، فرشة كبيرة جدا. وهنا بقى دي الشوز بتاعتها، نلبسها لها بقى لونها بينك اوف اب، شكلها جامد جدا عشان تخرج بقى بيها ونوريها لاصحابنا. وهنا بقى دي التوكة. الله، أزدك. وهنا بقى دي برضو توكة تانية. ماستيك اهي، ومعانا بقى هنا الاكسسوارز. واو، بص بقى في واحده هنا في ايديها، وممكن ممكن تلبس يعني واحده سلسله والتانيه في ايديها. هلبسها بقى اللي في ايديها اهي. الله، ومعانا بقى هنا بصوا زي توبك كده، ممكن تقعد تلعب بيها، نحطها في شعرها كمان عشان تديها شكل حلو قوي بعد ما نخلص لها، يعني بعد ما نسرح لها شعرها الجميل ده. اوكي، بصوا بقى ممكن احنا نفك لها القطتين اللي هي عاملاهم، ممكن احنا نسرحها ونعمل لها بقى ضفيرة. اوكي، ممكن احلى حاجة ان احنا ممكن نزين شعرها بالطريقة اللي تعجبنا. اوكي، بص بقى وشعرها بقى معمول خصل اهو، وعينيها لونها ازرق كمان، جميله جدا. بصوا والله عندها رموش طويله قوي لونها اسود. رموشها، بصوا الشورت بتاعتها كمان تجنن، اللون البينك الفظيع عليها دبدوب كده ماسك الهارت. بصوا لاف، واو، شكلها فعلا جامد مع الجينز بتاعها. هنا البروزة اللي لونها جراي. الله، لا شكلها فعلا تحفة، والجينز بتاعها فعلا حلو قوي. ممكن بعد كده بقى نلبسها الشوز ونخليها تقوم تقف وتجري، ممكن هي تقعد وممكن هي تنام، وممكن احنا نحميها. واو، شكلها فعلا حلو قوي. تعالوا بقى دلوقتي نجرب ان احنا نوقفها ونقعدها ونشوف هتقدر ان هي تعمل ايه. انا اصلا معجبه بشعرها قوي الطويل قوي ده. بص بقى ممكن احنا نوقفها كده، بص بقى بتقف ازاي. واو، وقفناها اهو وقدرت ان هي تقف وانتهى بسهولة. الله، دي فكرتها فعلا حلوة قوي. اهي واقفة اهي دلوقتي كده عادي،
وبتفرد بقى كمان رجليها وبترفع كمان ايديها. واو، فممكن احنا نحركها باي طريقه تعجبنا. انا عن نفسي عجبتني جدا جدا عروسة اخت بيبي بورن الفظيعه الكبيره دي، فعلا شكلها تحفه. اتمنى ان هي تكون عجبتكم. بليز قولولي في الكومنتات رايكم فيها. بليز متنسوش انتوا تعملوا ايه، لايك وسبسكرايب عشان يجيلكم كل جديد من فيديوهات العاب الاطفال. وحشوني قوي يا اصحابي. باي باي باي.